يا مساء الفل على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من الترند. حلقة النهاردة مهمة كالعادة، تفاصيل كتير في مختلف الأصعدة سواء عالميا محليا، وقبل كل ده كل ما يخص يتعلق بنادينا الحبيب النادي الأهلي وآخر أخباره وتفاصيله، خصوصا في ظل مرحلة هي المرحلة الحاسمة في بطولة الدوري الممتاز. الكل مترقب والكل مستني يشوف مين بطل الدوري. ان شاء الله يكون النادي الاهلي في ظل منافسه قويه جدا جدا على القمه مع نادي الزمالك. الدوري كمان كله حلو في الحقيقه، لان في البعض اللي بيحاول ان هو يبقى في بطوله الدوري، فالمنافسه كمان في القاع قويه جدا، فالمباريات بالتالي كلها مثيره. وبقالنا فترة ما نشوفش دوري مصري بهذه الإثارة، لأن كان دايما الأهلي بيحسم الدوري بشكل مبكر في الحقيقة، إلا في بعض المواسم النادرة. لكن في كل الأحوال كل الاحترام للغريم التقليدي نادي الزمالك في إطار المنافسة الشريفة دي. نتمنى أن يكون في عدالة بس تحكيمية، وعندي جزء بالتحديد فيما يتعلق بالتحكيم هتكلم فيه في فقرة لاحقة من حلقة اليوم. بالتالي كمان مهم جدا تواصل حضراتكم معنا كما هو المعتاد من خلال سؤال حلقة النهاردة. السؤال برضو بيتعلق بميسي، لأن ده حديث الساعة، ومش هيخلص الكلام على ميسي غير لما نعرف يعني الفريق اللي هيبقى متواجد فيه الموسم الجديد اللي هو هيكون أقرب باريس سان جيرمان. فبالتالي رأيكم، هل ستتراجع شعبية الدوري الأسباني بعد رحيل ميسي عن برشلونة؟ وبكل تأكيد كان قبليه كمان رونالدو بسنتين. هناخد تفاعل حضراتكم معانا من خلال سؤال الحلقه النهارده على صفحات القناه المختلفه على السوشيال ميديا، فيسبوك تويتر وانستجرام، في الجزء الاخير بالتحديد من حلقه اليوم. البدايه دايما بتكون باهم وابرز العناوين. نشوف في ترند الاهلي، الفريق يستأنف تدريباته استعدادا للاسماعيلي. وتأجيل السوبر الأفريقي لكرة اليد بين الأهلي والزمالك. أما في الترند العالمي، باريس تستعد لإعلان صفقة ميسي. في إطار المباريات الكتيرة في بطولة الدوري على مدار الفترة القادمة بشكل كامل، فبالتالي النهاردة في مباراة وحيدة في بطولة الدوري، مباراة مهمة جدا و يعني اكيد هتكون مثيره، لان مفيش ضغوط على الفرقتين سواء اللي بينافس على المقدمه او حتى اللي بينافس على البقاء في بطوله الدوري. الاثنين موجودين في مكان مريح شويه في بطوله الدوري. هي مباراه انبي مع سموحه، دي هتكون في تمام الساعه 7 مساء. امبارح كمان كان في عدد من المباريات، سواء بيراميدز مع طلائع الجيش، مباراه انتهت بالتعادل الايجابي، كمان البنك الاهلي امبارح مع الجونه، مباراه انتهت بالتعادل ايضا الايجابي. أسوان لعب مباراة قوية جدا جدا كمان واتعادل مع الإنتاج الحربي 2-2، وعمرو الحلواني ضيع ضربة جزاء في الآخر خالص كانت تفرق جدا مع أسوان في إطار المنافسة على البقاء في بطولة الدوري. لكن في كل الأحوال الأكثر استفادة من خلال المباريات الحالية في بطولة الدوري هو جمهور الكرة المصرية بشكل كامل اللي بيحب يتمتع بالكرة، بخلاف جمهور الأهلي والزمالك اللي إيه بقى على أعصابه علشان بطولة الدوري. إن شاء الله تكون من نصيب النادي الأهلي. هروح الفاصل سريع، بعد الفاصل نشوف كل التفاصيل، استنونا. طيب، امبارح استوقفتني مداخلة للكابتن وجيه أحمد رئيس لجنة الحكام الاتحاد المصري لكرة القدم في أحد البرامج مع أحد الزملاء الأعزاء، ومداخلة كانت مهمة جدا وكلام كان أهم بصراحة ولازم نقف عنده شوية. الزميل العزيز مقدم البرنامج أدار المداخلة بشكل مميز في الحقيقة يعني، وسأل كابتن وجيه أحمد سؤال واضح بخصوص إيه بقى؟ بخصوص الجون الثاني بتاع شريف، بتاع محمد شريف في ماتش سيراميكا اللي الحكم لغاه لأن الكرة جت في إيد قفشة، وكلنا ما شفناش إن الكرة جت في إيد قفشة. فالمذيع سأل كابتن وجيه أحمد، أنت شايف الكرة دي إيه؟ قال له هي الصورة دي مش واضحة، يعني اللقطة اللي بتتعرض دي مش واضحة، اللي هي الوحيدة اللي إحنا كلنا شفناها مش واضحة. قال له طيب طالما هي مش واضحة تتحسب ازاي؟ قال له لا، اكيد امين عمر شاف زاويه تانية احنا ما شفناهاش، واشك في كده بصراحه. ليه؟ لان والكره بتتعاد جايبين الفار عارض انهي صوره او انهي لقطه بالتحديد وكلام من ده، ولو كان في لقطه تانية كانوا عرضوها وريحوا الناس كلها يعني، لكن هو ما كانش في لقطه تانية خالص.
قال له طيب برضو هل هي تتحسب ولا ما تتحسبش؟ بص بقى الرد، بص بقى الرد. قال له طالما امين عمر حسبها ان هي جت في ايده يبقى هي جت في ايده. طب ازاي عافيه يعني؟ عافيه هي؟ مع كامل احترامي الكابتن وجيه احمد يعني راجل يعني محترم جدا وحاجه جميله جدا والله بجد يعني على المستوى الشخصي، لكن انا بتكلم في الكلام يعني اللي اتقال. قال له طالما الكابتن امين عمر حسبها يبقى هي جت في ايده، هو كده ماليش دعوه. يا كابتن طب ازاي يعني؟ هو كده انا شايف هي طالما هو حسبها كده بقى. في نقطه يا جماعه مهمه قوي لازم كلنا يبقى واخدين بالنا منها بشكل كويس، يعني ما ينفعش انا اقعد ادافع لمجرد الدفاع عن حكامي، ما ينفعش. بالعكس في بعض الاوقات لما اعترف بخطا تمتص غضب الجماهير، تمتص غضب الجماهير باعترافك، وخصوصا ان هي مباراه خلصانه يعني الاهلي كسب خلاص 4-0 والدنيا تمام ومفيش مشكله، لكن الناس بتسال ليه في اللعبه دي طالما هي مش واضحه؟ ليه بقى؟ عشان برضه هي رساله للكابتن وجيه احمد ورساله لجنه الحكام ولكل حكامنا المصريين المميزين بالمناسبه او بعضهم مميز يعني. هي رسالة إن أنت خلال الفترة اللي جاية الخطأ غير مقبول، مش ليا أنا بقى بس يعني، لا ده ليا ولغيري، لأن في منافسة قوية مشتعلة. سيب اللي يكسب الدوري يكسب في الملعب بقدراته الفنية بإمكانياته هو، إحنا مش عايزين أي حكم يجي على فريق ضد التاني خالص خالص، ولا للأهلي ولا للزمالك، إحنا عايزين عدالة تحكيمية. فمثل هذه الردود بالعكس هي يعني بتعمل حاله من الغضب عند الجماهير، اللي هو انا ماليش دعوه هي طالما حسبها امين عمر وهو برافو عليه صح، ماليش دعوه هو صح يا سيدي. طب يهديك لا هو صح، طب من اي باماره ايه؟ مفيش اماره. طريقه الرد كانت معناها كده امبارح، طريقه الرد في المداخله كان معناها كده امبارح، فالموضوع كان لازم يبقى فيه وقفه عنده. مش من عادتنا ان احنا نعلق دايما على مداخلات او كلام من ده، لكن طالما في فتره عصيبه ومهمه زي دي من حيث المنافسه فمطلوب، مطلوب من كل الحكام ومن لجنه الحكام في الاتحاد المصري لكره القدم والكابتن وجيه احمد ان هو يكون بيفكر في تصريحاته قبل ما يقولها، لان انت مسؤول لازم تصريحك يكون بالشكل اللي يلقى قبول عند المستمع او المشاهد، مش لمجرد الاندفاع وخلاص، الدفاع المطلق من غير اي دليل ومن غير اي امار. فدي جزئيه مهمه جدا، لما تعترف بالخطا فهتهدي الناس، لكن المكابره، المكابره دي مشكله كبيره. الفتره اللي جايه بعد اذن حضراتكم، الفتره اللي جايه كحكام كلجنه حكام في الاتحاد المصري لكره القدم بعد اذنكم الموضوع مش مستحمل. احنا لتاني حلقه على التوالي بنقول، هتقولي بقى اصل انت دلوقتي عشان في قناه الاهلي عايز تضغط على التحكيم بتاع، انا مش بتكلم للاهلي، مش الاهلي بس، لا احنا عايزين لكل الناس عداله تحكيميه، لكل الناس عداله تحكيميه. الاهلي لما بيحب يكسب بطوله يحب يكسبها بعرقه، يحب يكسبها بقدراته بامكانياته بفنياته، وفي نفس الوقت ما يتظلمش. كفايه الظلم اللي الاهلي شافه على مدار الموسم ده بصراحه، كتير قوي حالات كتير قوي كان زماننا فارقين، كان زمان الاهلي فارق ولوحده في المركز الاول بفرق عدد وافر من النقاط. نفكر بعض، كره بيكهام في ماتش وادي دجله ضربه الجزاء، المباراه اللي انتهت بالتعادل، كره والتر بواليا في مباراه بيراميدز الهدف اللي اتلغى، كره ايمن اشرف في مباراه البنك الاهلي الهدف اللي اتلغى، تمام؟ ادي كره في هدف برضه لشريف اتلغى قبل كده، يعني مش متذكر المباراه بالظبط. في اكتر من لعبه واكتر من قرار تحكيمي أثر في حصد الأهلي للنقاط بشكل واضح، يعني مش عايز أقول إن كان في عند، لكن هي القدرات عندنا ضعيفة شوية محتاجين نطورها ومحتاجين نعترف بكده عشان نقدر ناخد الخطوة اللي بعد كده في التطوير. لكن طول ما أنا بكابر وبالتحديد لما أكون على رأس منظومة التحكيم في مصر وكابر في التصريحات عشان خاطر أدافع على الحكم بتاعي، هم قالوا لي كده لا لازم تدافع، لا مفيش حاجة اسمها كده، مفيش حاجة اسمها كده أبدا. اعترف بالخطا عشان اهدي الناس وعشان ما يبقاش اي حد بيتلكك لي على اي تصريح، او عشان ما يبقاش اي حد يمسك عليا تصريح انا بقوله بشكل غير مناسب. فهي رساله في الحقيقه للكابتن وجيه احمد ولحكامنا المصريين كلهم خلال الفتره الحاليه الست مباريات المتبقيه مفيش هزار بعد اذنكم، بعد اذنكم. ولما تيجي تراجع الفار
لان للاسف لحد دلوقتي ما هو بيقول لك يا عم هو في فار، ما هو ماشي الفار موجود بس بتطبقه ازاي؟ متعلم عليه ولا لا؟ خدت رخصه الفار ولا لا؟ للاسف تقريبا ما فيش غير حكم واحد او اثنين على اقصى تقدير اللي خدوا رخصه الفار في مصر تقريبا يعني. لو المعلومه بتاعتي غلط يا جماعه صححوا لي. تمام؟ فده معناه ايه؟ معناه ان انت هتلاقي اخطاء في اداره المباريات حتى لو في فار. لازم نكثف من الكورسات ونورش العمل للحكام المصريين بخصوص الفار علشان ما يبقاش فيه الاخطاء دي وعشان نتدارك الامور دي. هل في حاجه غلط في اللي احنا بنقوله؟ هل في اي توجه معين في اللي احنا بنقوله؟ هل في اي تحامل في اللي احنا بنقوله على حد؟ لا مفيش اي تحامل، احنا عايزين عداله تحكيميه على الجميع مش على الاهلي بس ولا على فريق تاني بس، لا احنا عايزين الكل. ما يبقاش عنده حجه الحكام، الاهلي كالعاده ما يبقاش عنده حجه الحكام ودي حاجه معروفه، لكن لما يكون في اخطاء مؤثره عليا بتخسرني لازم هتكلم فيها. لازم هقف عندها، لما يكون في تصريحات زي دي كمان لازم هقف عندها. فدي كانت جزئيه مهمه جدا، نتمنى ان شاء الله الامور تمشي بالشكل الامثل خلال الفتره الجايه بخصوص التحكيم تحديدا علشان مش عايزين اي مشاكل من اي طرف من الاطراف وان الامور تخلص بالشكل اللي يليق بالكره المصريه كالعاده باذن الله تعالى. هنروح لفاصل سريع، بعد الفاصل نرجع نشوف اخبار الاهلي واستعداداته لمباراه الاسماعيلي الصعبه والهامه جدا والقويه جدا. استنوا. اهلا بحضراتكم من جديد. الاستعدادات بتبتدي النهارده بالنسبه للنادي الاهلي في اتجاه مباراه الاسماعيلي، المباراه المهمه قوي قوي قوي، وطبعا اي مباراه هنتكلم عنها فهي مهمه في فتره زي دي، طبعا صعبه جدا، فتره محتاج فيها كل نقطه، مش هينفع تفقد اي نقطه، كل شيء وارد في الكوره، لكن انت اعمل اللي عليك، ابذل كل ما تمتلك من قوه وجهد وعرق واصرار وعزيمه وكل حاجه احنا متعودين عليها في النادي الاهلي من لعيبه النادي الاهلي ومن الجهاز الفني، وفي الاخر التوفيق بتاع ربنا ان شاء الله يكون حليفك وتقدر تاخد البطوله. ففي كل الاحوال اي مباراه انت بتلعبها الفتره دي هي مباراه صعبه ومهمه ايا كان مين الفريق، لكن ما بالك بقى لما يكون فريق قوي وفريق باسم كبير وتاريخ كبير زي النادي الاسماعيلي وفريق ماشي بشكل جيد في بطوله الدوري حتى لو كان ابتدى بشكل سيء، لكن جه كابتن ايهاب جلال اللي يعني انا بشوفه ناس كتير جدا بتشوف ان هو احد افضل المدربين في الكره المصريه بشكل مؤكد والنتائج بتاعته هي اللي بتقول كده وادارته للمباريات هي اللي بتقول كده، مدرب كبير جدا 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 يعني. الراجل جه من هنا كسب مش عارف كام ماتش ورا بعض للاسماعيلي، نقل الاسماعيلي في حته تانية بعد ما كان بينافس على الهروب من قاع الجدول، وفعلا الاسماعيلي يستاهل كمان اكتر من كده لانه فريق كبير ودايما بنميل للانديه الجماهيريه في الحقيقه لان الدوري بيبقى اقوى واكثر اثاره. فبالتالي مباراه قويه جدا ان شاء الله الاهلي يكون موفق فيها وان شاء الله باذن الله اللعيبه والجهاز الفني يكونوا في الموعد ونستمر في الانتصارات المتتاليه عشان نوصل الانتصار الخامس على التوالي، وده امر هيبقى مهم في اطار المنافسه القويه مع نادي الزمالك. استعدادات مستمره لكن نطمن بشكل اكبر من زميلنا العزيز محمد توفيق مراسل قناه الاهلي والمتواجد الان باستاد مختار التتش بالجزيره علشان يطمنا بكل الاخبار والتفاصيل والكواليس اللي بتتعلق ببدايه استعدادات النادي الاهلي لمباراه بعد غد امام الاسماعيلي. يا توفيق ازيك؟ مساء الخير يا امير، تحياتي ليك ولكل مشاهدي ومتابعي الترند في كل مكان. اهلا بيك توفيق، طبعا عايزين نطمن من خلالك على استعدادات النادي الاهلي لمباراه الاسماعيلي، ايه اللي بيحصل دلوقتي وانت متواجد في استاد مختار التتش عشان نضع الجماهير لحظة بلحظة في مشهد هذه الاستعدادات، اتفضل. أمير يعني يمكن فور انتهاء النادي الأهلي من مباراته الأخيرة أمام سيراميك كليوباترا في الأسبوع 23 اللي كانت مؤجلة والفوز بأربع أهداف مقابل لا شيء، قرر مستر موسيماني منح اللاعبين أمس أجازة، لكن النهاردة على طول الفريق بيواصل تمرينه والتدريب الأساسي والرئيسي لمباراة النادي الإسماعيلي المقرر ليها إن شاء الله 9 مساء يوم الأربعاء المقبل إن شاء الله على استاد الإسكندرية، مباراة من الأسبوع 29 زي ما أنت قلت، مباراة كبيرة أمام نادي كبير بغض النظر عن ترتيب الإسماعيلي في الدوري، لكن عادة مباراة الأهلي والإسماعيلي سواء يعني كانوا بينافسوا على اللقب أو كمان الفريق يعني النادي الأهلي في المنافسة والإسماعيلي بعيد، لكن تبقى مباراة من المباريات الكلاسيكية في الكرة المصرية،
يمكن التجمع النهارده اللاعبين كان الساعه 5، كان عدد كبير جدا من اللاعبين جاي من قبل كده بكتير، من الساعه 3 وفي لاعبين بيتوافدوا طبعا عشان التجهيز، سواء اللاعيبه اللي بتخش الجيم او الجيمنازيوم قبل التدريب كمان. يمكن كان التجمع يعني الميعاد الرئيسي او الاساسي للتدريب كان التجمع الساعه 5، والتدريب ان شاء الله يعني ننتظر ان شاء الله بدايته على السادسه مساء. حالا في اللحظات اللي بكلمك فيها دلوقتي يمكن مستر موسيماني مجتمع مع اللاعبين وفي محاضره فيديو للاعبين لبدء دراسه فريق النادي الاسماعيلي طرق لعبه. زي ما انت قلت الفريق تطور بشكل كبير، يمكن البدايه بتاعته مش بالشكل اللائق في الدوري، لكن بعد الكابتن ايهاب جلال ووجوده على راس القياده الفنيه الاسماعيلي شكله اختلف تماما. طبعا اكيد مستر موسيماني حريص على انه يفرج اللاعبين على المباريات الاخيره وشكل اداء النادي الاسماعيلي. دي هتبقى زي ما قلنا بدايه الاستعداد، بعد كده ان شاء الله التمرين هيبتدي في تمام السادسه مساء. ننتظر ان شاء الله مران قوي بمشاركه جميع اللاعبين وعوده جميع لاعبي المنتخب الاولمبي اللي هيكونوا مشاركين ان شاء الله، وننتظر دخول اكثر من لاعب ان شاء الله في قائمه المباراه. بكره ان شاء الله هيكون التدريب الاخير يا امير باذن الله، هيكون برده تجمع 5 والتدريب 6، ومن ثم السفر لمدينه الاسكندريه للمبيت باحد فنادقها في معسكر مغلق ان شاء الله استعدادا لمباراه الاسماعيلي ان شاء الله زي ما قلنا هتبقى 9 مساء على استاد الاسكندريه يوم الاربعاء 11 اغسطس باذن الله. طيب توفيق بقى، بص كده ايه واحده واحده معايا، عايز اطمن على الرباعي المصاب، عندك طاهر محمد طاهر وعندك محمود متولي اصابه جديده، بدر بنون كورونا، وليد سليمان اخر التطورات بالنسبه له ايه وبالنسبه لكل المصابين، طمنا. نبدا بوليد سليمان، زي ما كنت معاك الاسبوع اللي فات وقلت لك وليد سليمان خلاص في المرحله الثانيه والاخيره من التاهيل ان شاء الله، بنتكلم ان شاء الله بدايه من الاسبوع المقبل هيكون تحت امر الجهاز الفني ويكون موجود مع بقيه الفريق في التدريبات الجماعيه. طاهر محمد طاهر هو بس كان بعض الاجهاد طبعا من السفر وكده، لكن ان شاء الله ننتظر ان شاء الله مع بدايه المران اقدر اطمنك ويكون ان شاء الله في التمرين عادي جدا مع بقيه زمايله في الفريق. محمود متولي زي ما قلنا يمكن ما كانتش اصابه قوي يا امير قد ما كان بس كان تقل او شد بسيط اجهاد بسيط كده في العضله الضمه، ودكتور احمد ابو عبله يمكن طمنا عليه وقال بس هيعمل له تيست النهارده ان شاء الله يشوفه قادر على الدخول في المران او لا، وفي حاله عدم قدرته على المران هيكون في يعني زي ما بنقول يعني هيصبر عليه شويه علشان ما يجازفش بيه، خاصه ان احنا في توقيت حرج من الموسم وفي ضغط مباريات، فيكون بيرتاح المباراه دي ويكون ان شاء الله جاهز من المباراه القادمه ويكون مع باقي زمايله. بقيه الفريق بيؤدي تدريباته بشكل اكثر من رائع النهارده، يمكن اللاعبين حتى اثناء دخولهم لا بان عليهم التركيز بان عليهم الاصرار، فرقة بطولة زي ما احنا متعودين دايما امير. يمكن كمان كان اللافت للنظر النهارده ان اجاييه كان جاي من التدريب مصطحب طفليه معاه في التدريب، ويمكن في لقطات هتذاع معاك في البرنامج ان شاء الله وتكون اذاعت كمان. كمان مستر موسيماني كان حريص برضو على اصحاب اطفاله معاه في المران زي ما بنقول يا امير، مش بس يعني اي حد بيكون موجود في النادي الاهلي هو جزء من عائله النادي الاهلي، زي ما برنامج مجلس الاداره برئاسه كابتن محمود الخطيب كان دايما بيقول وبيعبر عائله النادي الاهلي بجد، انت مش في فريق كوره او في نادي عادي، لا انت في عائله كبيره جدا، عائله كل يوم بتجيب بطولات كل يوم بتعمل انجازات، وده طبعا اللي بنتمناه وبنتقسمه ان شاء الله في عائله النادي الاهلي، وتكون ان شاء الله مباراه الاسماعيلي خطوه من 6 خطوات متبقيه ان شاء الله على حسم لقب الدوري للموسم الثالث على التوالي و43 في تاريخ النادي الاهلي باذن الله. ناقص بقى بدر بنون، ما طمنتنيش على بدر بنون كجمهور للنادي الاهلي، ونتيجه المسحه الاخيره ايه، وهل في فرص ان هو يكون متواجد في قائمه الاهلي مباراه الاسماعيلي ولا لا؟ هو بشكل عام هو بدر بنون هيبقى خارج قائمه مباراه الاسماعيلي الى الان. كان دكتور احمد ابو عبله سالته عن نتيجه المسحه قال ان شاء الله ان هو النهارده باذن الله هتبان نتيجه المسحه، الى يعني ان تظهر نتيجه المسحه ونطمنك ان شاء الله. بدر بنون الى الان وبنسبه كبيره جدا هو خارج مباراه الاسماعيلي، خاصه كمان يا امير يعني هو مش يعني بمجرد عودته كمان هيبقى محتاج لبرنامج استشفائي، خاصه ان هو طبعا في راحه تامه من التدريبات، بنتكلم تقريبا في اسبوع ما اداش المران، فحتى بعد عودته ان شاء الله يبقى نتيجه المسحه سلبيه ويكون موجود مع بقيه الفريق، ولكن هيحتاج من يومين لثلاثه ايام عشان يتاهل ويتم دخوله بشكل تدريجي مع اللاعبين التدريبات، وان شاء الله يكون موجود مع الفريق في باقي مباريات الدوري، وان شاء الله يكون ليه دور زي ما كان ليه دور من ساعه ما تواجد في النادي الاهلي في حسم بطولات كتير، ان شاء الله يكون ضمن كتيبه النادي الاهلي المتواجد بلقب الدوري السنه دي ان شاء الله، والحصول على اللقب المفضل لجماهير النادي الاهلي باذن الله. يا توفيق انا بشكرك شكرا جزيلا، زميلنا العزيز محمد توفيق من استاد مختار التتش كان معانا على الهواء مباشره، وطمنا بشكل كبير جدا على استعدادات النادي الاهلي وبداياتها تحديدا لمباراه الاسماعيلي المقبله، مباراه مهمه جدا. طيب دلوقتي في خبر مهم جدا من خلال في الجول اعلنوه بشكل رسمي، احاول اجيب لكم الخبر دلوقتي واقوله لكم، وهو بيتكلم زي ما حضراتكم شايفين كده على الشاشه، وده من خلال مصدر باتحاد الكوره، ان في خطاب وصل بشكل رسمي من الاتحاد الافريقي لكره القدم كاف بانه لن يعتد باي شيء
للمشاركة الأفريقية سوى ترتيب الأربع فرق الأوائل في جدول الدوري وقت نهاية مهلته لتسجيل أسماء الأندية المشاركة قاريا، اللي هي المهلة اللي المفروض لحد إمتى؟ المفروض لحد 10 أغسطس، أعتقد لحد 10 أغسطس. وسنرسل الأسماء بعد نهاية مباراة الاتحاد السكندري. ده الكلام بقى على إيه؟ على لسان مصدر في الاتحاد اللي في الجول، قال لك سنرسل الأسماء بعد نهاية مباراة الاتحاد السكندري والزمالك غدا الثلاثاء. إشمعنى بقى؟ علشان هتتساوى فرق المصري وبيراميدز وسموحه والاتحاد في عدد المباريات الملعوبه، بالتالي تقدر من خلال كده ايه تشوف مين اللي موجود في الترتيب الحالي اللي يأهل للبطولات الافريقيه، وهتعلن عن او هترسل الاتحاد الافريقي الفرق دي. قال لك المصري خلاص ضمن التأهل للكونفدراليه حيث ضمن المركز الثالث قبل انتهاء مباراتي انبي وسموحه. هو كده كده قبل الماتشين دول، قبل الماتش ده ما يتلعب وماتش كمان اتحاد اسكندري ضد الزمالك، هو خلاص ضمن ان هو كده كده هيبقى في المركز الثالث، تمام؟ فبالتالي خلاص المصري كده هيوصل. اما المركز الرابع فده هيتحدد بعد ايه؟ بعد نهايه مباراتي سموحه ضد انبي اللي هتتلعب النهارده، والاتحاد ضد الزمالك اللي هتتلعب بكره. سيشارك في الكونفدراليه رفقه المصري بينما يشارك الاهلي والزمالك في دوري ابطال افريقيا. ده امر معروف لان هم كده كده فارقين الاهلي والزمالك بعيد خالص اول وثاني، لكن الاقرب للمشاركه خلاص المصري اتحسم، ناقص فريق رابع عشان يشارك في الكونفدراليه. فالفريق الرابع ده امتى هيبقى؟ مين بقى؟ سموحه مثلا، الاتحاد، المباراه بتاعه بكره بالنسبه للاتحاد السكندري امام الزمالك هي مباراه هامه جدا وفاصله في مشوار الاتحاد السكندري لو هو حابب ان هو يتاهل للكونفدراليه. لو عايز يتاهل للكونفدراليه يبقى لازم يكسب الزمالك بكره. فنتمنى له طبعا كل التوفيق. الاتحاد فريق كبير جدا وفريق جماهيري ومن الانديه المميزه واللي عندها شعبيه في الدوري المصري، فبالتالي المباراه هتكون مهمه جدا بالنسبه للاتحاد بكره امام الزمالك. خلينا نروح لفاصل سريع بعدين نرجع نكمل. يلا تعالوا نشوف اخبار الاهلي على السوشيال ميديا من خلال ترند الاهلي النهارده، ونبتدي بالحساب الرسمي للنادي واللي بيقول ان نصر شهر يوليو هو لاعبنا حسين الشحات بمستوى اكثر من رائع، استمر بصراحه يستحق. حسين الشحات عامل يعني عدد كبير من المباريات المتتاليه بمستوى ثابت مميز وماشي بشكل جيد جدا جدا ومؤثر جدا جدا، سواء في صناعه اللعب او حتى في الاهداف اللي بيجيبها. فحسين الشحات اصلا لعيب كبير ولعيب بامكانيات قويه جدا جدا وشخصيه مميزه جدا. ممكن كان في فتره كان في دروب بالنسبه لحسين في المستوى، لكن الاهم ان انت كجمهور للنادي الاهلي عارف امكانيات اللعيب بتاعك ايه، فاللي بيبقى منتظر منك دايما انك تسانده وتدعم. نتيجه المسانده والدعم من اغلبيه جمهور النادي الاهلي لحسين شحات نتيجتها كانت ايه؟ نتيجتها تالق حسين الملفت في المباريات. وبالمناسبه الموضوع ما ينطبقش على حسين بس، ينطبق على اكثر من لاعب. مهم جدا ان احنا دورنا يا جماعه ان لما لعيب يكون مستواه قليل نساعده في ان هو يرجع للمستوى المعهود، لان احنا عارفين امكانيات لعيبتنا بشكل كويس جدا. الوطن سبورت بيتكلموا على ان تفاصيل خضوع اربعه لاعبين في الاهلي لفحص طبي. هما هنا بيتكلموا على الاصابات واللي احنا يعني عرفنا تفاصيلها من محمد توفيق زميلنا المراسل قناه النادي الاهلي من شويه. اتكلم على طاهر محمد طاهر، قال الرؤيه هتتضح بشكل اكبر لما نشوف التدريبات، لكن بنسبه كبيره ممكن طاهر يكون موجود في قائمه مباراه الاسماعيلي. متولي اجهاد خفيف في العضله الضمه، هم هنا كاتبين العضله الاماميه، لا هي في العضله الضمه. بدر بنون نتيجه المسحه لسه ما طلعتش، اول ما هتطلع هيشارك في التدريبات باذن الله، تطلع تكون سلبيه باذن الله. وليد سليمان لسه قدامه اسبوع، فده توضيح تاني لحاله اصابات لاعبي النادي الاهلي. تعالى كمان نروح ل حساب يلا كوره على تويتر واللي بيقولوا مصدر بالاهلي يلا كوره، ايمن اشرف واكرم جاهزان لمواجهه الاسماعيلي. ايمن كان موقوف الماتش اللي فات بسبب تراكم الانذارات، فبالتالي متاح واكيد هيكون موجود في قائمه المباراه. اكرم توفيق كان موجود في قائمه المباراه اللي فاتت لكن لسه ما كانش جاهز قوي بسبب ان كان عنده يعني بعض الاضطرابات بسبب الساعة البيولوجيه. بالمناسبه ايمن اشرف كان موجود ايضا على الدكه في المباراه اللي فاتت، اللي قبلها هي اللي كان موقوف. ففي كل الاحوال الاثنين جاهزين ان هم يكونوا موجودين مع الاهلي في قائمه مباراه بعد بكره امام الاسماعيلي. تعالى بقى الخبر ده في اطار بعض الاخبار اللي بتطلع في الفتره الحاليه وفي اطار محاوله الضغط على الاهلي ومحاوله هز استقرار الفريق في فتره هو بينافس فيها منافسه قويه جدا على بطوله الدوري. فالخبر اللي حضراتكم شايفينه من اليوم السابع مع كامل احترامي وتقديري طبعا للزميل العزيز اللي كتب الخبر ده، كان بيقول لك الاهلي يرفض طرديه محمد الشناوي رغم اغراءات الخليج. طب يا جماعه هنا السؤال،
هل محمد الشناوي جاله أي عرض رسمي للنادي الأهلي؟ رقم واحد ما جاش. رقم اتنين، هل في حالة وصول أي عرض رسمي لمحمد الشناوي علشان يمشي من النادي الأهلي اللاعب عايز يمشي؟ أديك أنا الإجابة، الإجابة لأ، سايب الموضوع للنادي الأهلي. هتقولوا لي يا جماعة أمشي أنا ما عنديش مشكلة، هتقولوا لي أقعد أنا ما عنديش مشكلة خالص، فهو سايب القرار بالنسبة للنادي الأهلي. طيب الحاجة الثالثة، هل الشناوي طلب طردية؟ ما حصلش أبدا، ما طلبش خالص طردية، لكن ممكن في بعض الأحيان بيبقى فيه أخبار استنتاجية، يعني مثلا كان فيها هاشتاجات في السعودية، مثلا النصر والهلال أحد فرق الكبار في السعودية، هاشتاجات للجمهور عايزين الشناوي يجي وبتاع، بما إنه طبعا الحارس الأفضل في قارة أفريقيا وحارس مميز جدا يعني. فبالتالي قال لك إيه، طالما بقى كده يبقى ممكن يكون الناديين دول عايزين الشناوي، فالشناوي لو ما سافرش هيطلب طردية، والكلام ده أصلا ما حصلش، ده كان حاجة في الخيال لحد دلوقتي ما حصلتش. آخر حاجة عايز أقول عليها إن الشناوي لسه مجدد قريب. الاهلي معدل له عقده ومجدد له عقده. عقده لسه ممتد مع النادي الاهلي. فخبر غير منطقي ومش وقته، ما اعرفش الاهداف من مثل هذه الاخبار، زي خبر امبارح كان معانا من الوطن برضو، كان غريب شويه عن قفشه وراتب قفشه وكلام من ده. فانا بصر ان انا اعرض لحضراتكم مثل هذه الاخبار علشان نساعد في يعني ان احنا نغلق تماما مثل هذه الاقاويل في وقت حساس ومهم جدا بالنسبه للفرقه. ماشي، خلينا نروح كمان لخبر اخر، وده من الاهرام حسابه الرسمي على تويتر، وبيقول باوامر الخطيب الحديث عن الصفقات الجديده ممنوع في النادي الاهلي. ده امر معروف وطبيعي جدا، مفيش يعني لو في صفقات اكيد الناس المختصه امير توفيق مدير اداره التعاقدات بالنادي الاهلي بالتنسيق مع لجنه التخطيط بالنادي بالتنسيق مع الجهاز الفني بشكل مرتب بيبقوا عارفين احتياجات الفريق، لان طبيعي جدا. لا انا ابقى كداب لو قلت لحضراتكم الاهلي مش هيجيب صفقات، لا اكيد هيجيب. بس الاهلي بيعمل ايه؟ الاهلي بيعلن في الوقت المناسب بعد ما كفه الاجراءات تخلص. هل ده وقت مناسب للاعلان عن اي صفقات؟ ما ينفعش عقل يقول كده. انت الفرقه كلها شغاله معاك والناس كلها في القائمه بتاعتك مميزين جدا كلهم بلا استثناء، ومحتاج لكل واحد فيهم. فمش منطقي ان الاهلي يقول مثلا انا بخلص مع فلان او بعمل، مفيش اي حاجه رسمي طلعت على لسان اي مسؤول في النادي الاهلي خالص، كلها تقارير، وده امر طبيعي جدا. لكن في نفس الوقت الحديث عن صفقات هيكون ليه وقته، وكل واحد شغال في تخصصه في النادي الاهلي، لما تنتهي حاجه بشكل رسمي يتم الاعلان عنها، وده امر مؤكد. حساب يلا كوره اخر خبر معانا في ترند الاهلي، وبيقول لك رسميا تاجيل مباراه كاس السوبر الافريقي لكره اليد بين الزمالك والاهلي، والتي كان مقررا لها 18 اغسطس في القاهره، الموعد سيحدد لاحقا، ويعني في اعتقادي الموعد ده هيكون في شهر 9 على اقصى تقدير، لان كاس العالم للانديه هتكون في شهر 10 في السعوديه، فخلاص مش هيكون في وقت، هم اجلوا من شهر 8. هنشوف الميعاد الجديد هيكون ايه، هيتم الاعلان عنه بكل تاكيد. دي كانت اخبار الاهلي في ترند الاهلي النهارده، وكل الامور بتتعلق بالفريق على السوشيال ميديا. عايزين فاصل صح؟ نروح لفاصل، بعد الفاصل نرجع نكمل، يلا بينا. طيب خلينا نروح سريع للترند العالمي، والحديث هيكون بشكل مكثف عن ميسي، لان الاخبار كلها بتقول ان هو قرب يروح باريس سان جيرمان بشكل رسمي، وتقريبا مفيش اي نادي بيتفاوض معاه، كان يعني في بعض المحاولات من تشيلسي لكن محاولات باستحياء شويه، فالاقرب باريس سان جيرمان. فنبتدي من حساب اي اس بي ان على تويتر، واللي نشر صوره لجماهير باريس سان جيرمان امام حديقه الامراء في باريس ترقبا لوصول النجم الارجنتيني ليونيل ميسي، في ظل التقارير التي تشير لاقتراب اللاعب من سان جيرمان. كمان معانا فيديو اهو كمان، يا سلام، للجماهير وهي واقفه منتظره ميسي، حتى اصلا ما تمش الاعلان عن موعد وصول ميسي، لكن طبعا طالما لعيب بحجم ليونيل ميسي الناس هتقعد تستناه حتى لو يومين ثلاثه، مفيش مشكله. طيب خلينا كمان ناخد خبر اخر، وده من حساب ليكيب الفرنسيه، واللي بيقول من خلال تويتر ان لاعبي الدوري الفرنسي تترقب انضمام ميسي لباريس. مش بس الجمهور، لا ده اللعيبه كمان الفنديه الثانيه مستنيه وبتترقب انضمام ميسي لباريس سان جيرمان. خلينا كمان نروح لحساب سكاي سبورت على تويتر، واللي بيقول ان مجموعه من المحامين الاسبان نظموا وقفه احتجاجيه بسبب الانباء المنتشره بخصوص انتقال ميسي لباريس بعد فشل تجديد عقده مع برشلونه، وتهدد او تهدف الوقفه الاحتجاجيه تجميد انتقال ميسي للنادي الباريسي. مش فاهم بصراحه ايه مشكلتهم بصراحه في القصه دي، او في انتقال ميسي او رحيله، لكن في كل الاحوال من ضمن الامور اللي بتحصل في عقاب رحيل ميسي عن برشلونه.
خليني كمان اخد حساب رويترز زي ما حضراتكم شايفين كده على تويتر، نشر صوره جماهير برشلونه امام منزل ميسي على امل رؤيته وتوديعه قبل الرحيل. الناس واقفين قدام بيت ميسي عايزين بس يخرج لهم من البلكونه كده يشاوروا له يعني ويشكروه على مشواره العظيم مع برشلونه. طيب خلينا اروح لاخر حاجه في الترند العالمي وهي بتتعلق بتشكيل باريس سان جيرمان المتوقع، تشكيل في الحقيقه تشكيل الاحلام يعني. زي ما حضراتكم شايفين كده هيكون في حراسه المرمى دونا روما بطل اوروبا مع ايطاليا، في خط الدفاع سيرجيو راموس طبعا نجم ريال مدريد السابق، كيمبيمبي احد ابرز المدافعين الفرنسيين، ماركينيوس كمان المدافع البرازيلي المميز. في نص الملعب هيكون فينالدوم المنتقل حديثا من ليفربول واحد اللاعبين المميزين جدا، وفيراتي احد اقوى اللاعبين في وسط الملعب، وهيكون كمان في الجانب الايمن اشرف حكيمي لاعب ما شاء الله عليه ولسه منتقل من انتر ميلان بخلاف دي ماريا اللي هيكون موجود في الناحيه الثانيه. بص بقى الثلاثه اللي قدام يعني حدث ولا حرك، نيمار ميسي ومبابي، تخيل التشكيل ده، اعتقد هتبقى فرص فوزهم بدوري ابطال اوروبا كبيره جدا جدا يعني. طيب هنهتم شويه باريس اعتقد الفتره الجايه. خلينا بقى نروح لتفاعل حضراتكم بخصوص ميسي وبخصوص مدى تاثر الدوري الاسباني برحيل ميسي من حيث المتابعه تحديدا. فنبتدي ببولا زكي واللي قال ايه، اكيد طبعا بعد خروج رونالدو ودلوقتي ميسي هيحصل تراجع كبير في المشاهده وحقوق البث والرعايه، وده ده امر اكيد مؤكد، فبالتالي اعتقد يعني كل كمان التفاعل هيبقى في الاتجاه ده. في كل الاحوال هنترقب ونشوف. ده كان تفاعل حضراتكم ودي كمان كانت حلقتنا النهارده من ترند، استنونا في حلقات اخرى جديده من نفس البرنامج باذن الله تعالى. سلام.